أكد وزير الشباب والرياضة رأوف سليم برناوي أن هناك ملاعب عديدة يمكن الاستفادة منها ومن طرف الأندية أو من طرف الأندية، وطالب بعدم التمسك باللعب فقط في العاصمة. التصريح أقول مع إسلام بقريح. مش لازمش تكون عندنا نظرة عاصمية، هذه ما رايش يعني بطولة الجزائر العاصمة، هذه بطولة وطنية، والدولة الجزائرية حطت منشآت في كل التراب الوطني. أنا بالنسبة لي أنا فخور بما أنه الدولة الجزائرية بنت ملعب في تيزي وزو، بنت ملعب حتى في سيك، وراح تبني ملعب في بشار، ونتمنى إن شاء الله يكون ملعب في تامن راست، ومن بعد باش نعاودوا نرجعوا لبولوغين و20 أوت، بما أنه ما نقدروش نبنوا ملاعب أخرى، ما عندنا بالرقية ودويرة و5 جويلية ونزيدوا نبنوا، لا، حتى هاد الأندية عندهم حلول أخرى، فيه ملعب رويبة ممتاز جدا. نتمنى احنا عندنا هنا رانا في تيبازا، لما لا استرجاع ملعب قليعة، هذا ملعب جيد جدا، فيه ملعب مرداس، فيه ملعب مقبول جدا، هذا يقدر ملعب بوير.